بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الإعلاميين، في البداية نشكر القائمين على إعداد هذه الفعالية والمشاركين أيضا الذي قدموا من عدة أماكن من أجل إنجاح هذه الفعالية. ويعد هذا الملتقى الأول هو نواة للقاءات قادمة لتعزيز دور الإعلام في معركتنا الوطنية. فلا يختلف اثنان أنه الإعلام وتأثيره في المجتمع، في العدو، في أفرادنا. فتوحيد الإعلام والرؤية لدى جميع منتسبي إعلام المقاومة ومنتسبي جبهة الجمهورية اليمنية الموحدة ضد الحوثي، هذا يعطينا انتصار في مواجهة الحوثي، في مواجهة أفكاره الهدامة، في مواجهة التضليل الإعلامي الذي يقوم به على أبناء شعبنا، والآن يغرر على مستوى الإقليم والوطن العربي في تعاطفهم مع القضية الفلسطينية. فدور الإعلام مهم، ولذلك نحن نتمنى أن يكون لدينا إعلام قوي موحد متناغم. قد تأتي الفكرة الرئيسية من السياسيين، لكن الإعلاميين يخرجوها بعدة طرق وتصل إلى مختلف شرائح المجتمع: المثقفين، السياسيين، العسكريين، كل حسب توجهه وحسب مكانته في المجتمع أو انتمائه. نحن نخوض حرب مختلفة مع الحوثي، سياسية، عسكرية، أمنية، إعلامية. فنلاحظ أن جبهة الإعلام الحوثي تستهدفنا بشكل عام، ويركزون على خلق الخلافات البينية فيما بين مكونات الشرعية لخلق صراع بيني، ولجرنا إلى معارك ثانوية، معارك جانبية بعيدا عن معركتنا الرئيسية وهي استعادة الدولة والعاصمة صنعاء وإعادة بناء دولتنا ونظامنا، النظام الجمهوري الذي أسس في 26 سبتمبر. أنتم كإعلاميين مسؤوليتكم مسؤولية كبيرة، سواء كانوا ناشطين أو على مستوى الصحافة الإلكترونية، الصحافة الورقية أو التلفزيون أو الإذاعة. فلا بد أن يكون لدينا توجه عام لدعم مختلف هذه القنوات. الأخوة الإعلاميين، يقع على عاتقكم مهمة كبيرة وهي مهمة وحدة الصف والحفاظ عليها من خلال تبني القضايا الهامة، توجيه وتحديد بوصلة معركتنا إلى أين. كلما حاول البعض أن يحرف هذه البوصلة يجب أن نعيدها إلى اتجاهها الصحيح. يعني أحب أن أنبه أنه العدو دائما ما يترصد الأخطاء. ما قال فلان في المقاومة الوطنية أحسبه على ضد الانتقالي، أو أحسبه ضد الجيش الوطني، أو أحسبه ضد الإصلاح، وأبدأ أغذي هذا الصراع على مستوى مذيع ينتقل من قناة إلى قناة يعملوا منها قصة. قنواتنا وقنوات مفتوحة وكلها موجهة ضد الحوثي ولخدمة أبناء اليمن، ما هي موجهة ضد أي مكون من مكونات الشرعية. فنتخلى عن حالة النزق هذا الذي تأتي زارتهم، ونهدأ ويعرف أنه أنا كإعلامي لدي متابعين، لدي ناس قد يتلقون المعلومة بطريقة خاطئة وقد يتصيدها العدو. فإذا كنت في حالة غضب أو حالة استفزت من قبل مجموعة من الأشخاص أو حسابات وهمية، لا يجروك إلى معركة جانبية. على سبيل المثال، يعني كيف استطاع الحوثي أن يخلق رأي ضد توجه الأقياد، جرهم إلى معركة وإلى شتائم بينية واتهام يعني أنهم وثنيين، وبعضهم دخل بحسابات وهمية وشتم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهذا شيء مرفوض. لكن هو يريد أن يحيد إحدى هذه الجبهات الموجهة ضد الحوثي. فلا نكون مستفزين من أتفه الأسباب
أو أسباب بسيطة تستفزنا لدخول إلى معارك جانبية. فوحدة الصف متى ما استطعنا أن نخلق وحدة ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، يعني أول ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وصل آخى بين الأنصار والمهاجرين. إحنا الآن في مناطق محررة وفي مناطق غير محررة، الناس اضطرت أنها تخرج من هذه المناطق، ما خرج شيء له ولعب ولا حبا في مكان معين ولا حب التغيير، خرج مرغم، خرج مكره، خرج يعاني من ظلم، من استبداد، من قهر. فكيف نخلق هذا الألفة فيما بيننا في هذا المنطقة والمجتمع الذي بنعيش فيه والمجتمع والمناطق المحررة؟ هذا مهمتنا كإعلاميين، لا نزيد الفرقة. لن يتم النصر لنا في معركتنا إذا لم نتوحد ضد هدف واحد ونسمو فوق الجراح. نحن أمام استحقاقات قادمة، استحقاق سلام كان مطروح على الطاولة وبقوة وبإجماع المجتمع الدولي وقيادة الشرعية، والشرعية ممثلة بمجلس القيادة بالمجالس التشريعية والتنفيذية، قدموا تنازلات كثير من أجل الدفع بهذه العملية. قدمنا تنازلات كثيرة جدا لم تكن مقبولة في السابق، ولكن من أجل الحفاظ على دماء أبناء الشعب ومقدراتها المتبقية ما تبقى منها، ولا قدمها الحوثي في معارك ما لها داعي إلا أنه يستعيد الولاية. فهذا الاستحقاقات يجب أن يدخل المكون الشرعي وهو بشكل متناغم، والإعلام يكون فاهم هذه الاستحقاقات وما يترتب عليها وكيف ندخل هذا الاستحقاق ونحن جبهة موحدة سياسيا وإعلاميا وعسكريا. وهنا يقع دور كبير على الإعلاميين. الحوثي الآن يحاول الهروب من هذا الاستحقاق. أولا حصل عليه ضغط قبل فترة قبل حرب غزة في الشارع أنه الآن في وقف إطلاق نار، في شبه هدنة، في توجه للسلام، أين المرتبات؟ الحوثي يجني ما يعادل 2 تريليون في السنة، قادر يدفع المرتبات شهريا، لأنه المرتبات هتكلف 60 مليار، يعني على السنة 1 تريليون وشيء، وهو يحصل 2 تريليون من الواجبات والضرائب والجمارك والإتاوات. أين تروح هذا؟ ليش ما يصرفه على الموظفين؟ لا، قاعد يصرفه على ميليشياته والتخندق والعسكرة والدخول في معارك من 2004 إلى اليوم. هذا هو الحوثي منذ نشأته، يبحث عن معركة تلو معركة، لأنه أسس وأنشأ لهذا الغرض. يهرب من المرتبات، جاءت حرب غزة يشتري يركب الموجة، إيران دفعت به إلى الواجهة ليش؟ يجب أن نفهم ليش. حفاظا على حزب الله الجوكر، لأنه إسرائيل ونتنياهو والكيان الصهيوني هدد إذا دخل حزب الله أو حاول أنه يفتح جبهة بيكون رد حاسم وقوي. من أجل أن نحافظ على حزب الله ادفع بيش بالحوثي، حوثي بعيد ضرب صواريخ، بتعطي ما يسمى محور المقاومة زخم إعلامي أنه شارك وأنه ضرب السفن وأنه عمل وعمل وعمل، بينما هو عارف ودارسها أن الرد في اليمن سيكون محدود، لن يكون الرد في اليمن كما سيكون الرد في حزب الله جنوب لبنان. ضربات نفس الديلمي، الحفاء، عطاء، ضربات محدودة اللي حاولت شل القدرات هذا من أجل أنه يخفف الاستهدافات على البحر الأحمر. الحوثي بهذا خدم الكيان الصهيوني خدمة كبيرة. الأنظار كانت كلها على غزة، حول الأنظار كلها إلى البحر الأحمر، أصبح العالم يلتفت إليه بالبحر الأحمر، تركوا غزة
كان ضجيج في كل مكان على ما يحصل في غزة من إرهاب وقتل وتدمير. ما يقوم به نتنياهو المجرم هذا مجرم، مجرم حرب المفروض حاكم. فحول الأنظار، بينما لو نأتي لدور جنوب أفريقيا عادت زخم القضية بجلسة واحدة في محكمة العدل الدولية، وكل ما عيد الزخم ونظر العالم على القضية الفلسطينية سحبوا الحوثي إلى البحر الأحمر. هذا ما يقدمه الحوثي خدمة لإسرائيل ولإيران وحفاظا على حزب الله. أؤكد هنا أنه الحفاظ على الألفة والمعنوية العالية فيما بيننا كإعلاميين ومقاومة. أنا أشتري تعرفوا أنه أنتم لكم تأثير على المجتمع وتأثير في صفوف قواتنا بشكل كبير، فكونوا عند مستوى هذا المسؤولية واعرفوا أنه معركتنا الرئيسية هي معركتنا مع الحوثي وليست بيناتنا البين، بين المكونات أو بين المحافظات أو بين القبائل نفسها. لا، احنا نحمد الله الآن المقاومة تمثل كل شرائح الوطن وكل محافظات الجمهورية المقاومة الوطنية، وعززت بدمج القوات التهامية ضمن قوات المقاومة الوطنية. هذا إنجاز كبير في الساحل الغربي تحقق، زادت قوتنا، زادت وحدتنا، زادت من قدراتنا، ساهمت في وحدة الصف أكثر، أقلقت العدو أكثر، عدو قلق منها، راهن على فشل الاندماج هذا وعمل على خلق خلافات، والحمد لله تجاوزناها ونحن الآن في أفضل حال وفي انسجام وإدارة عسكرية عملياتية من الطراز الأول. احنا نبني قدراتنا ونعمل قدر المستطاع لمواجهة الحوثي، ودائما معركتنا باتجاه استعادة الدولة وإن جاء السلام احنا جاهزين، وإن جاء الحرب احنا جاهزين، كل الخيارات احنا جاهزين لها، بر بحر كل جاهز. اعملوا على تحصين المجتمع من الأفكار الهدامة والسلوك الغير سوي. أنا أشتي من الإعلاميين تكونوا أنتم قدوة المجتمع، لأن العالم كل الناس كلهم ينظروا إليكم، منو فلان منو فلان منو فلان منو فلان، فيكون سلوكنا كويس، نكون قدوة للناس في كلامنا في تحركاتنا في تصرفاتنا في تعاملنا مع الآخرين. نترك الأشياء البطالة لأنه قد العدو يحاول يستدرجك إلى مربع غير سوي. عندهم وحدات متخصصة للإيقاع بالشرفاء وبالوطنيين في 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 أعمال مبتذلة، يكونوا حذرين من هذا الشيء. وأيضا الاستقامة مطلوبة، ما نريد أنه شخصية إعلامية مميزة يقع في شرك من هذا الأشياء. النقطة الأخيرة، نشكر العيون الساهرة سواء في رجال الأمن والاستخبارات هم ساهموا كثير في تأمين المنطقة هذه بالكشف عن الكثير من الخلايا التي كان العدو يحاول زرعها، خلايا مش خلايا تجسسية، يا ريت في خلايا إرهابية، عمليات تلغيم تفجير، وآخرها قبل 3 أيام كان يستهدفوا بها فعاليات مدنية مش فعاليات عسكرية، عبارة عن زرع عبوات في داخل سماعات ميكروفون أن كان، وكان والاعترافات الأولية أنه يستهدفوا فعاليات مدنية من ضمنها ديسمبر أو أي فعالية مثل فعاليتنا هذه، حط لك سبيكر هنا كل التي ان تي. فأنا أحذر من ينجر وراء هذه الأعمال وأقول لهم لن تكونوا في أي صفقة تبادل أسرى، لأن أنت تقوم بعمل إرهابي مش أنت أسير حرب، أنت مخرب مجرم إرهابي. حذرك أحذرك. الحوثي عندما يتحدث عن إغلاق البحر الأحمر ومضيق باب المندب والحصار ويقعد يتباكى على ما يحصل في غزة، طيب ما أنت محاصر تعز ومحاصر اليمنيين ومقطع أوصاله ومقطع الطرق،
ما قدمت. فك الحصار يا أخي عن تعز، فك طريق حيس الجراحي، فك طريق البرح، فك طريق الضالع، فك طريق الراهدة. ما يؤكد، ما يؤكد كلامنا أنه هذا الموضوع هو خدمة لمشروع إيران، أنه تركوا الناس يهرجوا فوق السفينة، وذي يشيش وذي يخلع وذي يغني وذي يرقص، وفي الأخير النتيجة صورة سليماني والمهندس. هذا النتيجة، هذا هي النتيجة. لا تقول لي حقق المهرجين، لا تقول لي يعني عمل إيراني بحت، ليس لكم علاقة، أداة تنفيذية. أيضا يعني بتباكى على غزة، إحنا معنا شوية نازحين يمنيين، تواصلت معنا السفارة اليمنية في السودان، قالوا بعد الحرب الأخيرة في بور السودان وكذا تأثروا يمنيين، نحتاج إنه من يخليهم. تكفلنا برحلتين، الرحلة الأولى وصلت إلى مطار المحا واستقبلوهم عادوا، الرحلة الثانية أثناء جدولتها وبعد أن أقلعت من مطار بور السودان وكانت فوق أسمر وبدأت تدخل الأجواء اليمنية، تلقفها نداء من برج المراقبة صنعاء وأجبر الطيار على العودة. هذه قرصنة، هذا إيش سمي؟ تقول افتحوا المعابر وانت غلقت حتى على النازحين اليمنيين مساكين، مش ما بش معهم مأوى، ما بش أن يأكلوا أن يشربوا، وفرت لهم المقاومة الرحلة يعودوا إلى بلادهم وانت رجعهم من الجو. إيش من إجرام؟ كيف تدعي اليوم أنك تقاتل على غزة وأنت تحرم اليمنيين من العودة إلى وطنهم؟ أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وسنتوجه لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء من إعلاميين الساحل الغربي والقوات المشتركة وكل من يقاوم الحوثي.